للنظر عن قرب بتأكيد الدولة بتسعى جاهدة لتقديم كل التيسيرات للمصريين بالخارج، وفي يمكن خصوصية لقانون إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم من ضمن مجموعة ضخمة من المحافظات الأخرى في إطار مسعى الوزارة المعنية بتحقيق التطلعات في هذا السياق، في إنجازات في ربما تحديات، لكن يبقى القاسم المشترك هو الرغبة الأكيدة في إدماج المصريين بالخارج في مجتمعهم المصري وتقديم كافة التيسيرات الواجبة لهم. معي ومعكم في هذه الوقفة الحوارية المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة صناعة بالنقابة العامة للمهندسين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. دي طيبة. يعني مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى داخل البلاد، كيف تنظر إلى هذه المبادرة ما بين الواقع والمأمول؟ الواقع والمأمول. إحنا في الأول كان ده مطلب كبير جدا لجموع كبيرة من المغتربين في الخارج، وأنا كنت واحد منهم. فالدولة لما أعلنت عن هذه المبادرة كانت حاجة جميلة جدا، كل الناس أصحابنا في الخارج بقوا مبسوطين جدا. ولكن اللي أنا بداية قبل ما نتحدث على المبادرة وإيه اللي هتعمله وكده، دايما في كل دول العالم المتقدم اللي احنا زرناها لما بنيجي نعمل ورقة عمل أو بنيجي نعمل مبادرة بنحدد في المبادرة دي مجموعة أهداف أو هدف واحد. الهدف ده بنعمل له رؤية وبنعمل له مهمة رسالة عشان نحقق الهدف ده، ونجيب له ناس متخصصة في هذا الإطار عشان يقدروا يجيبوا لنا أقصى فايدة منه، ونعمل ورقة اسمها ورقة الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي للإنسان اللي احنا هنجيبه ده وخبراته المتراكمة ايه عشان يعمل المنظومة دي، ونجيب للراجل ده فريق عمل هو بيختاره طبقا لمتطلبات هذه المبادرة. بعد كده نبدأ نحسب ونقارن ونعمل تقييم للمبادرة على ما سيتم على مراحل معينة لفترة زمنية معينة. أنا في المبادرة يعني عندي حاجة غريبة جدا أنا مستغربها، هي إيه؟ عدم تحديد تارجت أو مستهدف معين في خلال فترة زمنية معينة عشان نقدر نقيس بيها هل هذه المبادرة هتبقى مبادرة فعالة أم لا. طيب احنا دلوقتي ما عندناش مستهدف، احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نجيب سيارات للمغتربين وبدون كذا وبدون كذا وبدون كذا، حاجة هدف نبيل وسامي. نمرة اتنين، عندنا لعبة جميلة قوي اسمها ايه؟ جيم اسمه وين وين. لما بنيجي نلعب دايما بيلعبوا فريقين قصاد بعض بالظبط. الوين وين يعني ايه؟ يعني الحكومة تكسب تبقى ربحانة، والمواطن يكسب يبقى رابح. طيب اول سبب اتسألت عليه لما نيجي نعمل ده يا باشمهندس، هل انت شايف ان المبادرة دي فيها عدالة لكل المغتربين؟ قلت لهم لا ما فيهاش عدالة. طب ايه السبب يا باشمهندس ان ما فيهاش بقى عدالة؟ انا عندي اتنين اصدقاء، واحد قاعد في اوروبا وواحد قاعد في الخليج. انا لسه كنت هسأل حضرتك السؤال ده، هل المسألة بتفرق الدولة اللي قادم منها المصري بالخارج؟ احنا عندنا في مصر عندنا اتفاقية شراكة مع اوروبا بتقول ان السيارات اللي تيجي من اوروبا معفية بالجمارك تماما، يعني زيرو جمارك. الزيرو جمارك دي هيبقى عليها ايه؟ هيبقى عليها حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة والتنمية والجدول. دول يعملوا كام؟ من 16-17% من قيمة العربية. فاحنا الاثنين انا وحضرتك جبنا عربيتين نفس الموديل نفس الشكل نفس البراند، بس حضرتك قاعدة في السعودية وانا قاعد في اوروبا. جبنا العربيتين، فحضرتك دفعتي 15000 دولار في وديعة وانا دفعت 40000 دولار في وديعة. هل ده من المنطق الراجل المشرع اللي عمل القانون وقعد ندرس ودوه كذا ودرسوه على كذا؟ فين مجموعات الخبراء اللي بتشتغل عليه عشان نقدر نقول ان ده تارجت فير، تارجت عادل، كل الناس اللي هتشتغل فيه هتبقى ربحانه. السؤال الثاني، انا ما تارجتش، انا ما شفتش في القرار تارجت، يعني احنا عندنا تقريبا 10 مليون بر، هل حضرتك تارجت مليون 2 5 10 مليون هينزلوا عربيات؟ ليه؟ انا لما بعمل التارجت ده ببقى عارف لما العربيات دي تيجي في شوارع هتستوعبها، في مراكز خدمه هتستوعبها، في قطع غيار هتستوعب هذا الدخل الداخل من عدد العربيات. حاجه دي اسمها يونت ان اوبريشن، يعني عدد العربيات المتواجده. حضرتك تقصد مواصفات البيئه المستقبله للسيارات دي نفسها لازم تتواكب معاها، يعني البيئه قوي في حاجات هي بتخص السياره. انا دلوقتي بتكلم في حاجه سبيسيفيك، حاجه محدده، هي ايه؟ السيارات. السيارات دي يلزمها ايه؟ مراكز خدمه. السيارات دي يلزمها ايه؟
قطع غيار. السيارة دي يلزمها ايه؟ خدمات متنقلة ويلزمها طرق عشان طبيعة تمشي، طبيعة الطرق نفسها طبعا فيها طرق، عندك شبكة قومية للطرق، الدولة ضخت فيها ما يقترب من 300 مليار جنيه، محدش عمل كده إلا مصر. عندك شبكة طرق 10 على 10، مؤمنة بالفعل، هي مؤمنة. يبقى نزل العربيات، العربيات دي ليها وكالات، لازم يكون ليها وكالات، لأن العميل أو المواطن اللي هيجيب عربية ملهاش توكيل هنا، أول ما نزلت اتخبطت، حصل لها حادثة، عايز يعمل صيانة، مفيش قطع غيار، محدش هيبقى مسؤول عنها. كل العربيات الجديدة بيتم تشخيصها عن طريق الكمبيوتر سيستم، كمبيوتر في مركز الخدمة، وفي كمبيوتر في العربية عبارة عن سوكت فيشة تخش ببعضيها كده، نبدأ نقرأ كل حاجة على العربية. طب لو ملهاش مركز خدمة بقى عندنا مشكلة. يبقى دي بقى مشكلة، مين اللي ما خدش باله منها؟ العميل، المواطن اللي جاب العربية، فده لازم ننبه عليه. فلما نتكلم على التارجت من العشرة مليون، هنتارجت كام؟ مليون، نص مليون، كذا، تمام. لما نيجي نتارجت ده هنقول العربيات اللي موجودة عندنا في الأسواق العالمية في رينج يتراوح من كام لكام؟ من مبلغ كذا. انا معلش عايز اقف مع حضرتك ازاي قبل ما نكمل طبعًا كلامنا طبعًا. افهم كلام حضرتك ان اللي موجودين في دول بيتطبق جمارك كبيره عليها هيبقوا اكثر احجاما على الالتحاق بهذه بشكل كبير جدا، مش هتشوفيهم، مش هيكونوا مشمولين في المبادره، مش هتشوفيهم مش هتشوفيهم بامانه يعني. الحاجه الثانيه المهمه قوي، انا النهارده على سبيل المثال خدت تقريبا نص مليون مواطن، النص مليون مواطن دول اضربيهم في افريج متوسط يعني من 30 ل 40 الف دولار. انا النهارده 1/1/23، طيب في 1/1/28 اللي هو بعد 5 سنين زي ما القرار نازل، انا هبدا ارجع الوديعه للمواطن تاني. حضرتك يوم 1/1/28 الساعه 6 الصبح هتلاقي مصر كلها فين؟ عند البنوك. أنا دفعت فلوسي عبارة عن حساب من حسابي لحساب الدولة اللي عملته في بنك معين، بنك وطني بتاع الدولة، وخدت فيه هذه الايه؟ الودائع. لما نيجي نرد، حضرتك لقيتي في القرار طريقة رد المبلغ لصاحب المبلغ هيبقى شكلها ايه؟ ما هو مش ممكن الخمسة مليون ولا العشرة مليون ولا نص مليون تردوا دفعة واحدة، هيروح الصبح عند البنك ويقفوا. هنلاقي بقى في الناس بتسأل، طب يعني كده هنعمل ايه؟ هنقول كل 1000 في الاسبوع ده و1000 في الاسبوع ده تبقى للمسلسل اللي تم الحجز بيه من الخارج. ده لازم برضو مين يرد؟ المسؤول هو اللي يرد. ان الطرف الاخر يجب ان يكون ملم بجميع التفاصيل قبل ما يقدم. قلنا او انا بقول وجهة نظري المتواضعه دايما، لما تيجي تدي العيش اديه لخبازه، حد عنده اكيوميليتد اكسبيرينس، خبرات متعدده في الحته دي في المنطقة دي. زي ما جبت راجل مالي هات راجل فني عشان يدي لك كونسلتنت، مستشارك، يدي لك الفكر الصح اللي هتشتغل عليه. ليه؟ احنا دايما بنقول كده، خلي التارجت بتاعك سمارت. احنا عايزين نعمله سمارت، هنعمله سبيسيفيك، محدد، ميجرابل، بيتقاس، اتشيفابل، يمكن انجازه، ريزنابل، هو هدف منطقي، تايملي او وزن تايم فريم، يبقى هيخش في مدى زمني معين. هنستقبل كام عربيه في فتره قد ايه عشان نطلعهم في فتره قد ايه؟ كده بقى التاسك سمارت، حاجه منتهى الجمال. لكن لما نعمل تاسك هارد صعب، محدش هيفهمه. لازم تفهم دايما لما بنكون في الخليج نعمل حاجه اسمها ايه؟ تثقيف المواطن، نثقفه مروريا فيفهم يعني ايه عربيه واشاره وبتاع. طب لما احنا عملنا شبكه القوميه للطرق كل الناس كانت بتشتكي، بقول لك لكن يعني. هل المشكله في تعريف المصري بالخارج بس بطبيعه المساله، ولا من الاساس المغتربين. من الاساس المعطيات نفسها كان المفروض تختلف حتى تكون اكثر تحفيزا للطرف الاخر؟ ما هو مش هيبقى انت كده عندك محفز. انت بتدخلاني في حته ضلمه، اول الباب كان نور، اول ما دخلت لقيت الدنيا مش انا مش عارف انا فين. فلازم تحددي كل هذا الكلام. الدولة قالت اوكي، لازم تبعت حساب من حسابك الخاص وتكون مسافر بره وعندك إقامة سارية. ممتاز، دي سهلة جدا، وهو عنده حساب بقاله 6 أشهر ما عندكش فيه مشكلة. الحاجة التانية، فتح لك السقف، ما قالكيش هاتي عربية بمية جنيه ولا عربية بألف جنيه ولا عربية بمليون ولا عربية بعشرة مليون، العربية اللي تعجبك هاتيها. وهي ليها عندنا حسابات معينة بتقول ان الجمرك بتاعها كذا، الضريبة كذا، الجدول كذا، التنمية كذا، فالحسبة بتاعتها معروفة. فأول ما حضرتك تخشي على الكمبيوتر على اللينك اللي هيحطوه هتبدأي تخشي مواصفات العربية كذا وكذا وكذا وكذا، هي بقى تقول لك أنت احنا عايزين من عند حضرتك الوديعة ب 5000 دولار، ب 10000 دولار، ب 100000 دولار، زي ما حضرتك اخترتي الكاتيجوري. العربيات دي عبارة عن سيجمنت أو عبارة عن شرائح من صغيرة قوي لكبيرة خالص.
فاللي انت عايزاه هاتيه، فالدولة مشكورة قالت ما عندنا السقف، هات اللي انت عايزه. رقم اتنين ما قالكش انت هات ايه عربية واحدة، قال لك السقف مفتوح، حضرتك زوجتك معاك يبقى انت ممكن تجيب عربيتين، عربية باسمك وعربية باسمها. طب انت معاك زوجة ومعاك ثلاث اولاد يبقى مسموح لك تجيب خمس عربيات على نفس حساب. طب حضرتك مش شايف ان التوقيت نفسه ممكن يكون محفز بشكل او باخر للمصريين بالخارج ان هم يقدموا على هذه المسألة؟ انا شفت والله الناس اللي مسافرة في الخارج، لقيت اوروبا الناس يا دوب بتعيش وبتاكل وبتشرب وعايشة في منتهى السعادة. الخليج شوية الناس بتقدر تعمل فلوس وممكن تخش على الموضوع ده، بس بقى عندنا مشكلة اللي هي ايه بتاعت مفيش جمارك، صفر جمارك، وبعدين في جمارك. لازم ندور لدي على حاجة نقرب الدنيا من بعضيها. ما انا واخويا قاعدين كل واحد قاعدين في بلد وكل واحد دفع بشكل معين، فاحنا عايزين نشتغل على النقطة دي عشان تبقى تحفيز للايه للمواطن ان هو يجيب هذا الكلام. ليه؟ لان دي فايدة الدولة قبل المواطن. طب ليه؟ العالم كله النهاردة عنده مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد بسبب كورونا، بسبب الحرب التي تدور رحاها ما بين روسيا وأوكرانيا، التهديدات التي يعني بنسمع عنها من وقت للتاني ما بين الصين وتايوان. وإن كنت أعتقد أن مستحيل الصين تخش في هكذا الارتفاع الجنوني في أسعار السيارات، يعني اللي بالتأكيد ده برضو هو من نتائج الأزمة. لا يا فندم، إحنا عندنا جشع في السوق المصري في السيارات، جشع واضح، بمعنى أن أنا ألاقي عربية من سنة كانت ب 750 ألف جنيه النهاردة بمليون ونص، الضعف أكتر من ده. طب حماية المستهلك هتعمل إيه؟ طب لما حماية المستهلك ما عندهاش يد عليا، حماية المستهلك وقفت، تقول لك يلا حول الموضوع على الايه على القضاء. خش بقى في نزاعات مع الايه مع الوكلاء والموزعين والتجار و و مشكله كبيره. فاحنا لازم يبقى عندنا قانون. احنا كنا في الخليج لما كانت تحصل مشكله زي كده تلاقي حمايه المستهلك جت وطلبتنا نروح. في مشكله عندك قوه الالزام، حضرتك هتعمل 1 2 3 امتى؟ النهارده. طب ما حصلش النهارده، تاني يوم تلاقي الوكاله مقفوله، توكيل مقفول، في توكيل اتقفل هناك في حدود من 3 لـ4 أسابيع، ملايين الريالات بتضيع. فلازم يحل المشكلة. ومش عايز ايه كل ما تبقى عندك مشكلة تلاقي عندك نقطة سودة في ملفك، نقطة سودة نقطة سودة يعمل لك مشكلة. فالخليجيين لا، هم استوعبوا الموضوع ده. ومين اللي بيقود ده هناك؟ المصريين هم اللي بيقودوا الشغلان، فهماني؟ بس هناك في فلكسبيليتي، يعني في بيع وشراء وفي سوق. انا بكلم حضرتك كده، عارفه حضرتك حجم مبيعات السيارات في السوق المصري تقريبا سنويا كام؟ بنتكلم افريج من 150 ل 175 الف عربيه. الى اي مدى تاثرت بارتفاع الاسعار الجنوني اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ لان الحقيقه في حد مره يعني التقيت بيه وقال لي على فكره لا، الناس بتشتري برضه. في ناس بتشتري بس اللي هي محتاجه، باي قدر اللي هي محتاجه تشتري. فانت كان عندك عربيه ب 150 الف جنيه النهارده ثمنها 450 الف جنيه وهي مش عربيه اصلا. مبادئ العربيات والسيفتي، الامان في العربيه والكواليتي، الجوده في العربيه مش موجوده. هو ده اللافت للنظر يا باشمهندس، ان العربيات اللي ممكن يعني مش عارفه اوصفها بالمغموره، ايوه، اصبحت ارقامها كانت ارقام متعلقه بعربيات مقصله. ما بيسمعش عنها حد بره مصر، ما بيسمعش عنها. لكن دي ماساه، احنا لازم نبص لده. المواطن المصري ما تسيبوش لعبه لاي تاجر ولا وكيل ولا موزع. اشتغل معاه على الحاجة اللي هي تبقى مربحة للدولة وللعميل. لازم تحط بروفيت مارجن، تحط ربحية معينة للعربية اللي هتخش للوكيل بعد كده يبيع كل الدنيا. خلينا استرحة. عشان ما يبقاش برضو الأجواء كلها يعني لا. قاتمة لا. لا خالص، دلالة المبادرة في حد ذاتها حضرتك واقف عندها ازاي يا فندم؟ أنا فكرة لما سمعت المبادرة التكريس لتيسيرات مقدمة للمصريين بالخارج ودعم الدولة الأم من جانب آخر. ما احنا بنقول امتى على الدعم؟ لما انا بلاقي الدعم ده بوزيتيف، انا شايفه قدام عيني. انا بحضرتك انا بديكيش رايي، انا بديكي راي الناس اصحابي والناس اللي مسافرين بره وقرايبي اللي بيسالوني كذا كذا كذا، فانا بديلك ردود افعال بتاعت الناس. حلو، المبادره بدايتها تحفه، الاسم نفسه روعه، الدوله هتستفيد منه، هتستفيد منه كتير جدا. بس لازم نحدد بعض الايه المستهدفات اللي احنا عايزينها، ولازم نراعي الراجل اللي قاعد بره ده، لان مش كل قاعدين بره قاعدين مليانين. استيفاء الشروط، وعايزه اخدها من الجانبين، بمعنى الطرف المهتم المصريين بالخارج اكيد في شروط لازم تكون مستوفاه لدي، وفي المقابل لازم يكون في تطمينات حقيقيه على الارض ليه حتى يقدم على التعاطي بجديه مع مثل هذه المبادرة. الناس اللي بره عندها كل الشروط، قاعدين بقالهم مش معاه حساب بنكي بقاله 6 شهور، عنده لا بقاله عنده حساب بنكي بقاله 15 20 سنه،
وعنده إقامة، عنده إقامة أسرية وكل حاجة، عنده عيلة، عنده عيلة هناك، عنده بدل العربية هناك عربيتين عنده بقى الحضيض، وجايب سواق بيسوق لزوجته أو كده. فالفكرة في إيه؟ المواطن عنده، طب اعملوا بقى للناس، افتحوا لهم الطريق شوية عشان يقدروا إيه؟ يخشوا ويقبلوا على المبادرة بشكل كبير جدا. ليه؟ عشان الدولة نفسها تستفاد. العملة الصعبة اللي حضرتك بتدور عليها هتلاقيها من مجموعة كبيرة جدا من المواطنين عايشين خارج الدولة المصرية، مش بس كفاية على تحويلاتهم المالية من الخارج، لا، هتعمل جزء كبير جدا وهامش كبير جدا. ما انا بقول لحضرتك، لو انت حددتي تارجت معين، عدد عربات معينه بافرج متوسط وديعه مثلا 30 35 الف دولار، هتلاقي الدوله المصريه داخل لها ملايين من الدولارات هتقدر تستغلها في مشروعات للدوله، بدل ما تاخدي من حد، لا، خدي من ولادك ورجعي امتى، وحطي انا هاخد النهارده وهرجع امتى. ازاي التعامل هيتم مع السياره بعد استيرادها؟ لا خالص، ده البيع متاح، سايباها الدوله مفتوحه جدا، قالت لك هات العربيه النهارده، العربيه نزلت النهارده مصر، رخصتيها، اه، بيعها الصبح. يعني كان الاول عندنا ايه، حجر، يقول لك العربيه دي ما تتباعش قبل 3 سنين، اه، حظر بيع او 5 سنين بالظبط. لا، الدوله فتحها تمام، هم فتحوا لك السقف، تجيبي العدد اللي انت عايزاه طبقا لعدد الاسره، فتحوا لك السقف تجيبي السعر اللي انت عايزاه، فتحوا لك الايه، البيع من اول، من داي 1، اول ما تجيبيها رخصتيها بيعيها، ما عندكش فيها مشكله. طيب لو احنا قلنا بقى، طب انا بعتها كلها، البديل اللي عندي بعد البيع، يعني دايما هما مرتبطين ببعض الحقيقه، البيع والشراء بعد البيع، هل انا ممكن اشتري انا بره عربيتي كانت موجوده بتاعت بيتي موجوده، ولما بنزل انا بنزل كل شهر كل شهرين بنزل استخدم العربيه. طب لو انا عايز اجيب عربيه، يا احطها اضافه، يا الغالب الاعم 70 80% هيجيب العربيه عشان يبيعها. طب ده هيعمل ايه في السوق؟ لو احنا تحولنا كمغتربين الى تجار في السوق، هيغلي سعر العربيات بازيد، لكن لو الناس استخدمت الرأفة والرحمة هتلاقي لا، الدنيا هتبقى كويسة. يعني ممكن المسألة دي تبقى اللي فهمته صح، ممكن المسألة دي ممكن تبقى سلاح ذو حدين؟ اه طبعا، ممكن تبقى نيجاتيف، اه طبعا، مش عايزة كلام، ممكن 80% ممكن، اكتبها لحضرتك، لكن احنا عايزين ايه، نوظفها صح. نوظفها صح يعني ايه؟ كده الناس بتجيب العربيات عشان تستخدمها، وفيها ميزه كمان، العربيات اللي بره عندنا فيها ميزه اضافيه شويه عن العربيات اللي بتبقى جايه من مصر. في عربيات بتبقى صناعه طبق المواصفات الخليجيه، مواصفاتها بتبقى اعلى شويه، طبعا رخيصه كتير. بس انا يعني معلش عندي وقفه لحضرتك هنا، الفلكسبيليتي، المرونه الزياده، ربما تكون غير محموده، مهم جدا ان يكون في بعد عن التعقيدات، ويكون في تيسيرات، ويكون في قدر من المرونه، لكن المرونه دي ليست مطلقه التعقيد، والا تؤتي بنتائج عكسيه. حته التعقيدات دي لا، صعبة شوية، لكن عايزين نسهل للناس تجيب مع ضوابط. لازم ضوابط. يعني انا مش مع الحتة بتاعت الجزئية بتاعت ايه، ما تبيع من اول يوم، لا، انا كلها هتقلب تجار. لا، وبعدين فكرة ان انا عربية 2 3 ممكن اخدها، طب انا ممكن لو المنطق بتاعي تجاري بحت، ده انا مش هبيع عربية واحدة، ده انا هبيع عربيات. لا، انا هجيب واحدة وابيع الاربعة الباقيين مثلا بالنسبة لي. حلو، بقت تتقلب التجاره. بالزبط. لكن لو انا قلت لا، احظر العربيه دي سنه واحده بس، طب احظرها سنه ونص، طب احظرها سنتين، حلو، هتبقى كويسه جدا، الناس هتجيب العربيه تستخدمها. احنا بنقول تستخدمها. بنقول لو، يعني احنا واضح في كلامنا كله يا باشمهندس، بنقول لو، فمعنى كده ان مفيش شكل محدد بنسبه 100% لاداره هذه المحددات المفروض تتحط في المبادره، في نقاط المبادره، عشان تقدري تكنترول. انت عايزه تحافظي على حاجه معينه، انا جايبها شفت وجود العربيات دي بالكم الكبير ده روعه. ليه؟ هيشغل مراكز الخدمه، هيشغل قطع الغيار، هيشغل المرور، هيشغل كذا وكذا وكذا، فكل ده هيحرك المياه الراكده، هيحرك السوق بشكل كويس جدا. احنا عندنا في مصر 11.6 مليون عربيه، في منهم حوالي 8.7 عربيات ملاكي، اللي هي العربيات الركوب اللي احنا بنركبها. عايزين نزود المساحه دي، ما انت عندك الطرق بقت تستوعب الموجات المرورية الحمراء، اتحولت عندك لموجات مرورية خضراء، الدنيا بقت سهلة، والزحام بقى قليل في كتير من المناطق اللي كانت قبل كده مليانة سيارات واحنا مش عارفين نعملها. المبادرة هايلة، ولكن لازم بعض الضوابط، ولازم تحديد تارجتس معينة. هي بتشمل السيارات الجديدة والسيارات المستعملة. السيارات المستعملة ما فيش عندهمش مشكلة، فدي كمان من ميزة بتاعت المبادرة. افتح بقى الجزئية بتاعت الايه؟ بتاعت الأوروبي وبتاعت الايه؟ الخليجي على سبيل المثال، عشان يبقى الكفة واحدة والتعامل هيبقى ايه؟ واحد ما بين كل الطبقات والمواطنين اللي في كل الدول. الشروط يعني قواعد المرور نفسها ومواصفات العربية ومدى توافقها مع الظروف في مصر، والظروف دي بيندرج تحتها
بنود كتيره جدا. العربيات اللي جايه من بره وبالذات من الدول، مين اللي هيجي؟ ما هو هيجي من دول معروفه تماما يعني، فالمواصفات عندهم راقيه روعه، ما عندهاش ما عندكش فيها مشكله. لو تفتكر في وقت من الاوقات كانت السيارات في اوروبا كان المقود الدركسيون كان بيبقى في مكان تاني. ما هو مش هيجيب ليفت هاند درايف، احنا في مصر شغالين ليفت هاند درايف. انا اقصد الجزئيه القياده دي. لا هو بيمنع اصلا ان انت تجيبي رايت هاند درايف. العربيات مثلا بتاع انجلترا باليمين مش هيجيبها دي اصلا مصر. لا هو لازم العربيات تكون موافقه للمواصفات المصريه، يعني ما بتسوقش يمين مش هينفع ينزلها، عشان ما عندناش احنا حد بيسوق يمين، كله ليفت هاند درايف. فكل ولا تكون سيارات لذوي الاحتياجات الخاصه. لا 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 خالص، السيارات العاديه طبعاً المواطن العادي خالص نهائي. بس المبادره جميله، بس المبادره ناقصها شويه تهذيب، يعني في حاجات كتير لازم يتعاد عليها وتتراجع عليها. هل ممكن الاستفاده من احكام القانون في استيراد سياره نقل او في استيراد سياره لاستخدامها باسم منشاه تجاريه؟ لا لا، اللي بيتكلموا دلوقتي عليه كله الباسنجر كار بس، عربيات الركوب فقط لا غير. وطبعا دي ميزه كبيره. ابداي بس، بصي احنا ممكن نحلم حلم كبير جدا، ولكن ايه النفق المظلم في ايه؟ ضوء شعاع من هناك اخر خافت اللي هو ده الملاكي. طب خلصنا الملاكي وعملنا المبادره وبشكل كويس جدا، هنعمل بعد كده ونجيه؟ تقدري تستوعبي؟ طب الاحسن من كده ايه؟ ان احنا عندنا مبادره رئيس الدوله الاولى بتمكين مصر كمصنع اقليمي للسيارات الكهربائيه، نفتح المصانع ونشغل الشباب فنقلل البطاله ونقلل معدلات التلوث. عملنا كوب 27 في مصر، نجح نجاح باهر. كل الناس كانت بتتكلم على الضيافه و سيبك من ده خالص، انا بتكلم على شرم الشيخ كانفايرمنت كجو. جو ودت العربيات كلها كهرباء، الحافلات كلها كهرباء، الشواحن الكهرباء موجوده، فانت حاسه ان انت على لاندسكيب اخضر كبير انت بتشتغلي عليه. طب ايه اللي وقف مبادره الرئيس؟ ما مبادره الرئيس اتعملت وتحمل شراكة ما بين الوزير هشام توفيق. هتوصل مبادرة إحلال السيارات؟ لا، صناعة سيارات الكهربية. سيارات الكهربية تمام، دي مبادرة رئيس الأولى. فهشام توفيق وزير القطاع العمل عمل مبادرة ما بين نص سيارات بقى لها مقفولة 18 سنة ودونج فينج الصينية، بعد 8 شهور باظت المبادرة، ومن ساعتها كل سنة وحضرتك طيبة. عايزين المبادرة نقومها ليه؟ كل دول العالم النهاردة عندنا 23% من نسب التلوث على مستوى العالم. سيارات صديقة للبيئة، المركبات وبتصير في نفس المنوال يعني. طبعا بيشتغل على كده. طب احنا امتى نشتغل سيارات كهرباء؟ طب الاحدث بقى السيارات السمارت كار، سياره ذكيه بدون سواق. انت بتطلبيها بتيجي تفتحيها بباسورد وتخشي بتوديك المكان اللي انت عايزاه. طب سالوني العربيه دي تنفع في مصر؟ تستقيم في مصر؟ لسه كنت هسال حضرتك. ما تنفعش طبعا. ليه؟ وانت وانت ماشيه هتلاقي توك توك عدى عليكي، عجله، واحد جاي بالعكس، مش هيقدروا يمشوا مع النظام ده. لكن السيارات الذكيه بتمشي مع ايه؟ السمارت سيتي، مع السيارات الذكيه تمشي مع المدن الذكيه كلها، بتبقى ايه؟ انترنت اوف ثينجز. طب احنا ممكن نستفيد منها بشكل مبدئي، احنا ابتدينا يعني نخطو للمدن الذكيه. لا خلينا بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الكهرباء، وبعد كده نشوف العربيات الذكيه، بعد كده نخش على الهيدروجين الاخضر والنظيف اللي الدول النهارده بتشتغله. ما احنا لازم نحط نحلم حلم لوجيك يعني منطقي يناسب هذا الشعب والتفكير. حضرتك ناسي احنا عندنا حوالي 55 الى 60% أمية، حضرتك هتثقفي دول ازاي؟ لازم ستيبس جريد. انا هشتغل النهارده على فيز 1 2 3 اند سو اون، نمشي 1 2 3 لغايه لما نوصل للتارجت الكبير او الحلم الكبير. لكن ما تحلميش السما دي، ما مش هتبقى منطقية. احنا عايزين نحلم على قدنا، لينا حق ان احنا نحلم. ويمكن التطوير اللي حضرتك اشرت ليه اللافت في مجال النقل والطرق والمواصلات يستحق ان احنا نحلم، وممكن يمهد لهذه الاحلام. لكن يجب ان يوضع في الاعتبار الاجواء المواتية، وان المعروض اللي يكون عندنا يكون يتحلى بالمقومات والميزة التنفسية. عارفة ده امتى؟ في وزير عامل زي الطلقة بتاعة النار اسمه كامل الوزير. لما عندك مليون كامل الوزير تقدري تحلمي. رائع، عنده أهداف معينة بيخلصها في وقت معين، حازم وفي نفس الوقت إنسان. فلما تروحي له وتسألي الناس وتعرفي وبتاع، لا هو حازم بس إنسان. المهم أن تزال العقبات ونملك الأدوات اللي تؤهلنا لنحظى بالمكانة اللي مصر تستحقها بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس جمال عسكر، خبير قطاع سيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لطاقم الإعداد.
أشكركم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، وختام لهذه الحلقة لكنه ليس ختام حلقتنا من القاهرة ولا متابعتنا على شاشة قناة نيل الأخبار. بعد قليل ألقاكم، وساعة إخبارية شاملة. شكرا لكم وإلى اللقاء.